السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الجدي. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله. اكتشفوا كنت بتعاني من السحر او من المس او من التعطيل او من تابعه، معنا اخر الفيديو ان شاء الله هديك العلاج باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، بس فضلا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكاشف، برد الجدي، صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، في طاقة رزق، طاقة حظ، طاقة فتح باب كان معقد معاك، كان مقفول معاك. بسم الله، يعني ما شاء الله وجهكم هيكون منور، نجمكم هيكون عالي في السماء. شايف عندك هنا حدا تدخل فيها هتربح فيها بإذن الله تعالى. شايف عندك هيكون ربح، فيه ربح وفي ثقة بالنفس الفترة اللي داية. شايف هنا كمان انتوا عندكم هنا شايلين هم، شايلين مسؤولية، شايلين هم، شايلين يعني حدا تقيل عليكم. شايف ان انتوا شايلين حمل تقيل عليكم، هتكسر الحمل ده، هتتخلص من الحمل اللي انت شايله، هتخلص من التعب اللي انت شايله بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا طريق فيه طاقات إيجابية، في طريق قدامك هتمشي فيها بإذن الله تعالى. انت داخل فيها خلاص، طلعت من اللفة العراقيل أو التعب، داخل في الطريق اللي فيها فرحة، فيها رزق، فيها السعادة ليك بإذن الله تعالى. اسمك هيلمع في مجال شغلك ومجال عملك، اسمك هيلمع بإذن الله تعالى. عندك في الشغل، انت مقدم على شغل او دخل في مشروع او مستني زيادة، انا شايف في ربح دايلك من مجهود، ربح كبير دايلك من مجهود، سواء مشروع داخل فيه او زيادة راتب او مقدم على وظيفة ديالك بإذن الله تعالى. بس انا شايف ان انتوا بتيدوا على نفسكم علشان ترضوا الناس اللي معاكم، فبلاش تيد على نفسكم علشان ما تقللش من شأنك، علشان ما تقللش من شأنك، علشان الناس اللي انت ديت على نفسك عشانهم ما تمرش فيهم اللي انت عملته معاهم، او ما تمرش الخير اللي انت عملته، او ما تمرش ان انت ديت على نفسك علشان خاطر ترضيهم او تساعدهم. فانت هنا شايفك انت بتداري حاجات كتير في قلبك، بتداري حاجات. الطاقة الإيجابية هتكون عندكم مفتوحة الفترة اللي جاية، في طاقة إيجابية هتكون مفتوحة وفيها استقرار بإذن الله تعالى. عندك استقرار، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاش، الدائرة دي مقفولة، الدائرة دي مقفولة، هالخروج منها هيكون في فرحة. بس انا شايف ان انتم مقيدين، يعني مقيدين من علاقة، عايزين تنفصلوا منها، عايزين تمشوا، عايزين تطلعوا منها. بس انا شايف عندكم خبر، الخبر ده متعلق بيكم، الخبر ده هيكون في فرحة كبيرة ليكم، في فرحة كبيرة ليكم. سواء ممكن هتسمعوا خبر، خبر هيسعدكم، حاجة هتسعدكم. شايف بس عندكم حاجة عاملة لكم أذى، حاجة تعباكم، حاجة خنقاكم. شايف عندكم يعني بس بإذن الله في طاقة إيجابية، طاقة هتخليك تنتصر على ناس تعبتكم أو ناس أذتكم. لان انا شايف في ناس بتاذيكم، بتاكل معاكم وبتشرب لكن بتتكلم عليكم، بأذيتكم بكلام كتير كسرت قلبكم. شايف في انفراجة مالية من بعد الضيق، من بعد الخنق، من بعد التفكير الكتير، في طاقة، في فرحة. انت بتحاول ماشي في النداح، بتحاول توصل، لكن دايلك الرزق، دايلك رزق انت ما كنتش تتوقعه، في رزق دايلك ما كنتش تتوقعه. شايف عندك برضه هنا في لقاء مع حد ذي السلطة، لقاء مع حد هيساعدك هيدعمك، في لقاء مع حد ذي سلطة. شايف عندك هنا في صلح، في صلح بإذن الله تعالى مع حد. بس انا شايف ان البعض منكم مطعون، طعنة مش قادر ينسى الجرح اللي هو فيه، طعنة كسرته، تعبته من اقرب الناس ليه، يعني شايفك مظلوم، مكسور، مجروح، الناس دي اتكلمت عليكم بسوء. شايف ان البعض منكم عنده اطفال، يعني عندكم اطفال دايما بتشتكي من تعب او الم اسنان، او انا شايف لو انتم مودين اطفال عند الدكاتره، شايف في دكاتره بتودوها الاطفال، بتودوها عند الدكاتره، ربنا يشفيها يا رب العالمين. شايف ان عندكم تبشرات حلوه جدا باذن الله تعالى، تبشرات فيها خير، فيها طاقه ايجابيه، في تغيرات ليكم باذن الله تعالى. شايف عندكم تغير عربيه، تغير مسكن، انا شايف عندك في تغير من مكان لمكان، في خروج سحر من بيتك،
هتخرج السحر اللي مسبب لك المشاكل. شايف انا هتخرج السحر والحسد من بيتك باذن الله تعالى، لان انا شايف في طاقه ايجابيه، طاقه، شايف بياض، شايف نور حواليك. الخذلان اللي انتم فيه واقعين فيه ده الخذلان، بس احتفظ بسرك وخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك. يعني انا شايفك انت بتدور على الحب، بتدور على الحنان، بتدور على اللي يحتويكم، بتدور على اللي طبطب عليكم، بتدور على توأم روحك. شايف ان انا في بشرى ديالك باذن الله تعالى في الوقت المناسب، بس ارمي اي طاقه سلبيه ورا ظهرك، اي غدر او اي حاجه وقعت عليك او كسرت قلبك او جرحك ارميه ورا ظهرك، وادعم الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكشف. عندكم طاقه جديده فيها فرحه، فيها سعاده ليك، في حاجه في ارض بيتك، انت عندك ارتباط قريب، في عندكم يعني اكتر حدا تغير في بيتكم منزلكم، يعني عندكم طاقة فرحة، طاقة ارتباط، طاقة زواج، طاقة خطوبة. ان شاء الله تتخطب يا سميرة وتريحينا، ان شاء الله ان شاء الله تتخطب وتتزوج يا سميرة وتريحينا باذن الله تعالى. شايفين البعض هنا هياخذ قرار حاسم، هياخذ قرار حاسم، يعني القرار ده هيكون فيه خير ليك، فيه فرحة ليك. انت هنا منتظر رسالة او منتظر مكالمة، تفكيرك عمال تفكر منتظر امتى الرسالة هتدي لك، امتى المكالمة هتدي لك، منتظرها بفارغ الصبر المكالمة او الرسالة. قدامك خطوة واحدة وهتدي لك الرسالة، ممكن ساعة ممكن يوم هتدي لك الرسالة. بس انا شايف عندك دين بالك مشغول بيه، عندك دين عايز تسدده، او انت مدين حد ومستني الدين دي يدي لك. في ناس انت مش مسامحها خالص، ناس اذتك، ناس كسرت قلبك، ناس غدرت بيك مع انك انت ساعدتها وقفت معاهم، بس الناس دي مش كويس، عرفوا يأذيكم الصراحة، عرفوا يأذيكم، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر. السحر اللي عندك تعبك جدا. انتوا ماشي يعني هنا روحانياتكم عالية، الحاجة اللي تحسوا بيها بتحصل، أحلامكم بتتحقق معاكم، عندكم روحانيات عالية بتشعروا بالأشياء، بتشعروا عندكم إحساس عالي. أنا شايف إن أنتم حاسين فعلاً بطاقة الحزن وبتحسوا بالحاجة قبل ما بتدخل عليكم أو قبل ما بتيجي عليكم. بلاش تتكلموا كتير وبلاش تتكلموا مع حد كتير، اكتموا أسراركم. انتوا عندكم ماشي كمية صمت، بس حاول تخرج، حاول تطلع، حاول تغير المكان اللي انت فيه، حاول تغير الطاقة السلبية اللي عندك، ما تخليش تسيطر عليك اكتر من كده. شايف ان البعض عندكم هنا حتى نفسه مسدود عن الاكل، ما عندوش اكل، ما تعبان، همدان، مخنوق، مع ان انتوا بتحبوا الاكل شديد، بتحبوا الاكل جدا، بس بقدوش تاكلوا زي الاول، وبشرتكم تغيرت. شايف يعني دايما مشاعركم قوية جدا. شايف برضو ما شايفش الضحكة في وشكم، مع انكم ما تحبوش النفاق، ما تحبوش الكذب، ما تحبوش الغدر. في باب كان مقفول في وشكم، الباب ده هيتفتح قدامك خلاص، الباب ده هيتفتح وفي فضل من عند ربنا، وشأنك هيعلى، هتوصل لطريق لآخر الطريق، وشأنك هيعلى في إذن الله تعالى، في العمل، في الراحة، في السعادة، شأنك هيعلى بفضل الله تعالى. انتم ماشي في ظروف صعبة، انا شايف ان انتم في ظروف صعبة الايام دي، لكن ربنا هيسر امركم، ربنا هيسر امركم، وكذا حاجة تتفتح قدامكم وهتفرحكم باذن الله تعالى. انتم بتكرهوا الكذب والخيانة عارف، ماشي، لكن انت عارفكم ان انتم صريحين جدا وقلبكم طيب وبتحبوا الصراحة وبتحبوا الخير للناس كثيرة وساعدتم ناس كثيرة، لكن هي ما ساعدتكمش، لما احتجتوها ما ساعدتكمش. شايف عندك برضه انت هنا طريق سفر، طريق سفر، الطريق دي قدامك فيه يعني حد داعم ليك، انا شايف حد يعني انت مسافر له، هو هيدعمك او هو طالب ان انت تسافر له في فسحة او في شغل. بس خلي بالك ان انا شايف في حد عندك مسدون او تعبان، حد قريب ليك، ممكن والدة او والد، او حد قريب عليك تعبان ومسدون محتاج دعاء او محتاج دعم او محتاج تقف معاه، انت زعلان عليه، شايف ان انت زعلان، ان شاء الله ربنا يفرد عليه باذن الله تعالى. عندك انفرادات حلوه قوي بعد الضيق وبعد الخنقه اللي حصل معاك وبعد الطاقات السلبيه، عندك طاقات ايجابيه، يعني خروج من الياس اللي انت فيه. شايف هنا بسم الله الكاشف، عندك هنا شايف عندك وكله، قلق وخوف،
يعني عندك كذا حاجة شغلاك، يعني أنا شايف عندك توتر، عندك توتر وخوف. الخوف ده خليك أنت شخص بتفكر 24 ساعة. شايفك برضو مش عايز تفتح أي حاجة مع حد، مش عايز تتكلم كتير، لكن في الوقت المناسب هتطلع من اللي أنت فيه، هتطلع من اللي أنت فيه. برضو هنا أنا عندك هنا شايف أبشرك، أقدر أبشرك بموضوع حمل او اطفال، لان انا شايف في طاقة اطفال باذن الله تعالى، في طاقة اطفال قريبة خلاص، في منكم حامل وفي منكم منتظر الحمل، في طاقة اطفال باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك ان انت هتطلع من اللي انت فيه، حاول تهدي نفسك وتخلص من السحر اللي عندك، حاول تخلص منه. هو اللي تعبك، هو اللي عامل لك تعب في الظهر، هو اللي عامل لك تعطيل، هو اللي عامل لك وقف، واللي عامل لك مفيش خطوبة أو ارتباط مكتمل معاكي، هو اللي تعبك جدا السحر. وإن شاء الله في آخر الفيديو هديكم العلاج بإذن الله تعالى. الوضع هيتغير معاك يعني بحدة كبير جدا، هيتغير معاك، بس خلي بالك واحذر، احذر من الناس اللي حواليك، واكتم أسرارك، اكتم أسرارك. على شايفك انت يعني متوتر أو عصبي محتار من التفكير، بلاش الكلام قدام الناس، وبلاش اللي على قلبك يكون على لسانك. مش كل الناس اللي بتحب لك الخير زي ما انت بتحب لهم. البيبان هتفتح قدامك باب الخير وباب السعاده وباب الرزق، منتظر مال دايلك باذن الله تعالى، دايلك مال باذن الله تعالى من حيث لا تحتسب. شايف عندك احواله، الاحواله دي ديالك يعني فيها مال، انت مسلف حد او حد هيديك مال، او احواله ديالك او دين دايلك، لان انا شايف في مال دايلك باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. انت بتشتري منزل او بتشتري سياره، او نفسك تشتري سياره، لان انا شايف في طاقه مسكن جديد او طاقه بيت جديد هتشتريه، بس انا مش شايف ان انت بتكمل مبلغ من المال او بتجهز مبلغ او مستني رد وراح تخلص. في هنا اوراق عندك في المحكمه، أوراق بتخلصها في المحاكم أو قضايا بتخلصها، هتخلص بإذن الله تعالى، وهتحصل للي أنت عايزه في الوقت المناسب، هتحصل على اللي أنت عايزه في الوقت المناسب، خلاص هانت، هتحصد الخير اللي زرعته، هتحصد الخير اللي زرعته، هتاخذ الطاقة بتاعتك، هتاخذها، بس أنا عايزك تبعد عن الطاقات السلبية، الطاقات اللي بتجيب لك توتر، اللي بتجيب لك من وراها المشاكل. أنت ساعدت الناس لكن وقعتك في المشاكل، وقعتك في الضرر، هي اللي أذتك وخرجت منهم، فبلاش تقف مع حد ما يستاهلش إن أنت تساعده، ما يستاهلش إن أنت تدعمه، على شايفك أنت بتيأس كتير. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا، ربنا هينديك. ربنا هينديك، أنا شايف شأنك هيعلي في المال وفي السعادة وفي الفرحة. بإذن الله تعالى داخل على سعادة، داخل على أيام حلوة، بلاش التفكير الكثير والتوتر، داخل على سعادة بإذن الله تعالى، داخل ربح على المال، من رزق مال، فرحة، شراء بيت أو شراء سيارة، الحظ عالي عندك بإذن الله تعالى. بس عامل الأشخاص اللي قدامك بالعقل، ما تعملش حد بالقلبك، عاملهم بالعقل، عشان في ناس بتوقعك في مشاكل، في مبلغ من المال دايلك، والمبلغ ده يطلعك من محنة وهيطلعك من فوق بإذن الله تعالى. أنا شايف عندك طاقة حلوة جدا، يعني أنا شايف هنا في رجوع للمنفصلين بشكل كبير جدا، في كلام هيخص الشريك، شايف هنا في كلام هيخص الشريك وفي رجوع للمنفصلين بإذن الله تعالى. السر اللي هينكشف قدامكم ده، يعني السر ده من صالحكم أنتوا، وانتم من خلال السر ده شايفكم هتاخذوا قرار حاسم. في حتيان شايفهم هنا هتلاحظوهم بنفسكم انتوا، وهتلاقوا نفسكم بقيتوا اشخاص مختلفه، وهتبعدوا عن الناس، وهتبعدوا عن الطاقات السلبيه. شايف هنا في كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، في حد هيطمن قلبكم، يعني شايف ان انت تاخذوا حقكم. الشخص اللي كان بيلف ويدور حواليكم هو ده، هو اللي ظلمكم ده، شاف هيجي لكم في يوم وهيبقى عايز يقول لكم سامحوني. شايف هنا انتوا عارفين مين اللي سحركم، عارفين مين اللي اذاكم، مين اللي عمل لكم السحر، انتوا عارفين، ومين انتوا عارفين، لان عندكم روحانياتكم عاليه ومحسساكم بالناس اللي اذتكم.
بس هنا في فرحة قلت لكم بإذن الله تعالى، في خطوبة في أرض بيتكم أو ارتباط، ومية في المية في رجوع للمنفصلين أو زواج مرة أخرى، لأن أنا شايف في عتاب وفي كلام وفي صلح بإذن الله تعالى، والرزق دايلك بفضل الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. اللي بيعانوا من السحر أحبابنا في الله، أخواتنا اللي بيعانوا من التعطيل أو من المس أو من الحسد أو من السحر، دعمتوا الأول الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك واستمع لي العلاج بإذن الله تعالى. هتأتي بي المسك الأبيض، هذا مسك أبيض أحبابي في الله، هذا ده مسك أبيض. طبعا الجزايز دي ديالي من السعودية هدية طبعا من أخواتنا في الله بعد ما عالجناهم وبقيت تحسن معهم، ده قلنا والله الهدايا دي من السعودية ودي شرفوا عندي. فهنا العلاج هدي بمسك أبيض، هكذا المسك أو مسك سائل أبيض أو مسك أحمر، سواء كانت جزايز هكذا او سواء كانت كمية كبيرة، فانت لازم تجيب كمية كبيرة من المسك سواء احمر او ابيض. هتقرأ عليها سورة ياسين 7 مرات، سورة ياسين 7 مرات، وهتزيد بآيات السحر، كل آية من آيات السحر تقرأها 7 مرات بإذن الله تعالى، وسورة ياسين 7 مرات في جلسة واحدة يوميا أحبابي في الله. كل يوم هتقرأ على المسك سورة ياسين 7 مرات وآيات السحر كل آية 7 مرات، حاجة سهلة جدا. سورة ياسين 7 مرات وكل آية من آيات السحر 7 مرات، وهتأخذ هتجيب بركة من الماء وتضع عليها ملح من الخشن هكذا، حفنة كذا من الملح تضعها على الماء وتضع حفنة أو ملا غطايا هكذا من المسك تضعها على الماء، وتستحمى قبل أذان المغرب بفضل الله تعالى، وبعد الاستحمام تتبخر ببخور الحرمل، تتبخر به، تكون لابس هدوم خفيفة دلبية وتتبخر، خلي البخور يدخل جسدك كامل، بعد الاستحمام تتبخر على طول مباشرة قبل أذان المغرب بإذن الله تعالى، تأخذ الماء تلقيه خارج الحمام، والاستحمام يكون خارج الحمام في غرفة منفردة لوحدك تستحمى به، تطبق هذا الطريقة الاستحمام لمدة 7 أيام أو 15 يوم، وتدهن الجسد قبل النوم مباشرة، تدهن الجسد قبل النوم كامل بالمسك، وعليك بقراءة سورة اللهم صل على سيدنا محمد سورة ياسين كما قلنا 7 مرات يوميا على المسك، تعيد القراءة كل يوم بإذن الله تعالى، وأذكار الصباح وأذكار المساء و7 تمرات على الريق، وتأتي بجزازة ماء أو لترين ماء أو لتر ماء قد يقضيك مقدار اليوم، تقرأ عليه فاتحة الكتاب 41 مرة، فاتحة الكتاب هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، فاتحة الكتاب 41 مرة تقرأها على الماء وتشرب من هذا الماء اليوم كامل بفضل الله تعالى. وسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، وعليكم بالتحصين، بالتحصين آية الكرسي، عليكم بالتحصين 7 مرات، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله على لسانك 7 أيام، هتشوف رؤياتك، هتقول لي إمتى اتعلت؟ لما تشوف في رؤياتك تثبت لك إن أنت اتعلت، تستردع في المنام، تقتل أفعى، تقتل ثعبان، تقتل حيوانات، حيوانات تطير من أمامك، حاجات يعني هتشوفها في المنام تثبت لك، أو حد هيرقيك في المنام هترى أن حد بيرقيك، أو حد بيديك ماء يقول لك اشرب هذا فيه شفاء، وأنت طبعا ممكن تقول لي اللي هيديني ماء أشرب ممكن يكون بيتجدد السحر، لا أنت هتحس بنفسك، ممكن الشيطان يديك ماء بس انت في حدود الوقت ده هتكون حاسس براحه، وحاسس الشخص اللي قدامك في المنام بيديك الماء تشربه مرتاح معاه وحاسس ان هو صالح مش شيطان اللي بيتدد لك السحر. وصلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم، الرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا في العلاج او في اي شيء يتواصل معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين قناه اسرار العالم الروحاني، ما تنسوش اللايك احبابي في الله، وتنزل فيها التعليقات.